بالمناسبه الاهلي في يناير بيفكر اصلا يجيب ظهير ايسر، هيجيب في يناير ظهير ايسر ولا هيستنى فتوح بقى؟ بص، هو الاهلي بيفكر ان يبقى في حد تحت السن وتعرض عليه سيفيهات كتيره في مركز الظهير الايسر. الراجل واثق في كريم الدبيس، واثق في علي معلول، لكن التفكير ان انا اجيب حد تحت السن لي يعني ان انا امن نفسي لاي موقف ممكن يحصل. اولا لعيب تحت السن مش هيمثل لي مشكله، لعيب تحت السن ممكن يقعد معايا سنه يتاقلم على الفريق زي كريستو كده، ابتدى ينسجم مع الفرقه واحده واحده وياخد على الاجواء ويكمل بقى معايا لو اللاعب نجح او يعني لقى قبول مارسيل كولر ونجح مع النادي الاهلي وقدر يتحمل الضغوطات بتاعه النادي الاهلي والصعوبات اللي بيواجهها اي لعيب بيجي يبدا صغير في السن ويكمل معانا وممكن يتصعد كمان يبقى تحت. ففي تفكير وفي لعيبه معروضه يمكن من بنين ومن غانا ومن السنغال، اكتر من لعيب تحت السن كان معروض على اداره السكاوتنج واداره التعاقدات في النادي الاهلي، ويعني ووصلوا الترانسفير ماركت بتاعهم والفيديوهات لمارسيل كولر اللي ابدا اعجابه ببعض واجل الموضوع لانتقالات يناير. الاهلي في يناير بيفكر ازاي؟ بيفكر ان هو في كلام على مدافع، يعني اللعيب مساك. انا عارف انت وانت بتقول مدافع دي بتبقى الاسم شايله على طول، فممكن تقول لي بالاسم يعني بيفكر في مين مدافع؟ هو اسامه جلال مثلا؟ في اتنين لعيبه. اول واحد بيكهام، تاني واحد اسامه جلال، لكن اسامه جلال ممكن يبقى اخر الموسم. تعرف اسامه جلال في كلام طلع انه جدد مع بيراميدز ومش عارف ايه، انا المعلومه اللي عندي انه ما جددش. ما جددش بالظبط. ففي كلام مع اسامه جلال انه يبقى موجود في النادي الاهلي اخر يعني بنهايه الموسم ده. تمام. فالاهلي شغال على تدعيم مركز المدافع، وكان بيكهام قريب جدا من النادي الاهلي قبل نهايه الموسم، وحكينا هنا الكواليس بالظبط وايه اللي حصل وكلموه الساعه كام وايه اللي واقف القصه. وشغال على فكره التدعيم في الظهير الايسر يبقى تحت السن، وفكره المهاجم مين ظهير ايسر تحت السن؟ افريقي تحت السن. افريقي تحت السن يعني في لعيب افريقي هيجي المفروض في كلام عليه او بيفكروا فيه تحت السن. والراجل على فكره كان رفض محمد شكري، اتعرض عليه محمد شكري وكان رفضه، ومهاجم مصري دلوقتي ظهر في الصوره دي. يمكن الاماكن اللي الاهلي حس ان عنده قصور فيها. الاهلي بقى بنهايه الموسم معلوماتي ان في صفقه قويه جدا على غرار صفقه امام عاشور، وارد انه ممكن يكون من الزمالك او نادي ثاني غير الزمالك، بس عارف انت بلغه المشجعين يعني الصفقه اللي هي تعمل بوم بجد دي في نهايه الموسم مع انطلاق الموسم. انا هسيبك، انا احترم جدا الصحفيين الشاطرين وانت راجل صحفي شاطر جدا. الله يكرمك. تمام. وعاده معظم الصحفيين او الناس تبدا تقول لك ايه في صفقه قنبله صفقة. لا لا انا بص لا انا دايما اقول ايه، لا ده لما بتكلم معاك اتفضل حكم صفقه القرن الصفقه العظيمه. تمام. انا احب بقى ايه الصفقه باسمها اللي هو ايه غالبا فلان، مش شرط يبقى اكيد، فانت هتقول لي غالبا ممكن يبقى فلان. خلينا معلش خلينا نتحافظ على موضوع الاسم. بس انا افتكر واحنا بقى لك كده تاني النهارده 10 10 اهو، يعني رقم تاريخ مميز صح؟ مش النهارده 10 ايوه. ما انا ابو علي افتكر يوم 10 اقول ابو علي قال لي ان الاهلي السنه الجايه هيعمل صفقه برضو قويه جدا. حلو. وهتعمل صدى كويس على غرار صفقه امام عاشور. همشي معاك واحده. انا دلوقتي كريم اهو طالع قدام الملعب، يا جماعه الاهلي هيعمل صفقه خرافيه في الصيف اللي جاي. تمام. تمام. الزمالك هيعمل صفقة القرن في الصيف اللي جاي. تمام كده كده الاهلي هيجيب صفقات. لا. والزمالك هيجيب لا صفقات. لا. بص انا هطلع اقول ايه مش قلت لكم؟ لا ثواني بس. لا فضل. لا انا ما قلت لك، ما هو كده كده الاهلي هيجيب صفقات صح كده؟ الاهلي والزمالك كده كده بيدعموا، بيجيبوا صفقات تقيله، وورد يبقى زي مثلا لعيبه جت زي شادي حسين مثلا او مصطفى ميسي ما يفوقوش، ما تبقاش صفقات تقيله. يعني الويندو الاقل بتهيألي في اداره التعاقدات في الاهلي يمكن الفتره اللي هي بتاعت برونو وشادي وميسي. لكن انا بكلمك بجد حاجه هتبقى على غرار امام عاشور، حاجه قويه جدا. حاجه من الزمالك؟ ما انا قلت لك ممكن تبقى من الزمالك ومن نادي تاني، بس اسم قوي، اسم هيعمل صدى. وخلينا نحافظ على الاسم دلوقتي. يعني هي الصفقه دلوقتي. مش عارفين اللعيب بيلعب فين لحد دلوقتي؟ انا عارف اللعيب وعارف. ما هو الزمالك يا نادي تاني. ما انا بقول لك اهو، بس مش هينفع هديك ثلاث اسماء ما تقوليش منهم هو ده. لا لا هديك ثلاث اسماء ما تقوليش هو ده. تمام. بس قول لي هو واحد من الثلاثه وخلاص. ابراهيم عادل، رمضان صبحي، زيزو. ممكن واحد. واحد من الثلاثة صح؟ ممكن واحد، وفي واحد تاني أنت ما قلتوش. في واحد ما قلتوش؟ مين هو بقى؟ بس مش مش هو مش من مش رمضان. مش من دول. مش رمضان. رمضان موضوعه في الأهلي مقفول. متأكد؟ جملة وتفصيل. متأكد. متأكد أخ. ماشي.